هسه عندنا الكانسر كيموثيرابي، تعال شو يدي قدام الماعون. هسه هذه انترودكشن على الكانسر، بس حسكم نرجس. الكانسر دائما الانتي كانسر دراجز الميكانيزم اوف اكشن مالته انه ايذر برودوس سايتوتوكسيك افكت اور ابوبتوزيس ان كانسر سيل، سو ات كان اريست تيومور بروجريشن. فنقصد انه سايتوتوكسيك افكت يعني قسم من الانتي كانسر ايجنتس بيه تاثير سمي على الخليه اور اندكشن اوف ابوبتوزيس. شنو يعني ابوبتوزيس؟ هو يسموه programmed cell death، انه الخلية تقرر انه تموت نفسها. فالانتي كانسر ايجنتس هي اما انه تحفز عملية الابوبتوزيس او تسوي لي سايتوتوكسيك افكت على الخلية. فالابوبتوزيس هي عملية دائما تحاول تنظم عملية cell multiplication. يعني تعرفون انه الكانسر هو شنو؟ هو uncontrolled cell growth. حتى اللي يمنع عملية الانكنترول مالتيبليكيشن هو الابوبتوزيس. فالخلية من تمرض او الخلية تواجه ظروف غير طبيعية، او تمرض الخلية، فبذاك الوقت تقرر انه تسوي عملية الابوبتوزيس حتى توقف نفسها. هذا العملية موجودة، هي ضد عملية الانكنترول جروث او ضد عملية الجروث. فلهذا الانتي كانسر اما انه يسوي سايتوتوكسيك افكت انه بتوكسيسيتي على الخليه نفسها، زين، او انه يحفز لي عمليه الابوبتوزيس. من يكون مور سبيسيفيك اذا كان سايتوتوكسيك لو اذا كان ابوبتوزيس انديوسر؟ طبعا اذا كان ابوبتوزيس انديوسر. فالتارجت مالتها عندنا وي هاف تو تايبس اوف تارجت، اما انه التارجت هو الدي ان اي او يكون التارجت هو ميتابوليك سايز اسينشال فور سيل ريبليكيشن. يعني اما انه الانتي كانسر يستهدف الدي ان اي او يستهدف الميتابوليك باث واي يستهدف السيل ريبليكيشن. تعرفون انه انتم بالدي ان اي سينثيسيس مرات نحتاج الى بيورين سينثيسيس والبيرميدين سينثيسيس. فحتى تصنع هذه فمرات الانتي كانسر اما انه يستهدف عمليه التصنيع او انه دايركتلي يشتغل على الدي ان اي. طبعا الدستركشن مال الكانسر سيل بالكيموثيرابيوتيك ايجنت يتبع الفيرست اوردر كاينيتيك. يعني لما يكون الفيرست اوردر كاينيتيك يعني شو وقت يصير لينير؟ لما نرسم اللو كونسنتريشن لو الكونسنتريشن نفسه، لما نرسم الكونسنتريشن فيرسس تايم بالفيرست اوردر يطلع لينير لو نون لينير؟ نون لينير. حتى نسوي لينير لازم ناخذ اللوج كونسنتريشن. فدائما شنو هذا مجاي تاخذ غياباتهم اليوم؟ اي اليوم اخذها، عيني هاقرا قائمه اللي ما دافعين فلوس.